صباح الخير مشاهدينا، وكل يوم بيتجدد اللقاء على مدى ساعتين في هذا الصباح. دايما بنحاول نغطي أبرز مستجدات الأحداث في كل المجالات، وبنهتم طبعا بالقضايا اللي مسيطرة على الساحة وبتهم حضراتكم باستمرار. عندنا النهاردة أكتر من موضوع، عندنا موضوع عن احتفال العالم بيوم الشباب ومهارات الشباب. هنلقي الضوء على هذه الاحتفالية، وطبعا ده بالذات في ظل الظروف اللي بيشهدها العالم في الوقت الحالي من وباء كورونا. صحيح المعدلات قلت في دول كتير جدا من بينها مصر، لكن ده لا يعني تقليل الإجراءات الاحترازية وتقليل درجة الحرص وتقليل واتباع الإجراءات الصحية. كل ده طبعا مع الرياضة وبالذات بالنسبة للشباب. ده الموضوع الأول أو موضوع الحوار الأول. عندنا موضوع آخر عن رصد حوالي 79 مليار جنيه لإنشاء 310 ألف وحدة سكنية جديدة. والحقيقة ده الموضوع ده أثير خلال حفل افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات اللي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في حديث مطول من رئيس الوزراء ومن وزير الإسكان ومن وزير المالية عن هذا المشروع الطموح اللي بيخدم كل فئات المجتمع. إسكان الشباب هيخدم الفئات المحتاجة والطبقة المتوسطة وأيضا الطبقة الفقيرة، يعني كل ناس هتقدر تلاقي سكن بما يناسب دخلها الشهري. دي الموضوعات الرئيسية اللي النهاردة معانا في الحوارات. ده طبعا بالإضافة لإطلالتنا الرياضية والاقتصادية في بداية اليوم على آخر المستجدات في هذه المجالات، وجولتنا الصحفية، وأيضا جولتنا بين أهم وأبرز أخبار ومستجدات العالم وتقارير المراسلين. فاصل من بعده نبدأ مباشرة معاكم حلقتنا النهاردة في هذا الصباح. صباح الخير، معاكم كابتن محمد سيد. بعد انقطاع فترة كبيرة قوي عن الرياضة، ناس كتير بدأت تنزل تلعب رياضة بشكل قاسي جدا، وناس كتير بدأ وزنها يزيد وبدأت تنزل تتمرن تمارين هاي انتنسيتي او تتمرن بشدة عالية تفوق قدراتها. طب الناس دي هتعمل ايه؟ هل هتوصل لنتيجة؟ طبعا لا، او لو هتوصل لنتيجة فالنتيجة هتبقى غير مرضية او ضعيفة جدا، واحيانا ممكن توصلك ان انت تعمل مشكله في مفاصلك او تعمل مشكله لجسمك نتيجه ان انت عايز تنزل بسرعه، او نتيجه ان انت بدات تشد تدريب عاليه تفوق قدراتك، او هي كان في الاول ممكن تتمرن بالشده دي عشان كان جسمك متعود، لكن بعد فتره جسمك بدا ان هو ما يتعودش على ده، او بدا ان هو بعد فتره راحه لازم تبدا بالراحه جدا جدا وتبدا تاخد الموضوع جرادوالي عشان تقدر ان انت توصل من التمرين لنتيجة إيجابية. النهاردة هنتمرن عن عنصر مهم جدا اسمه الموبيليتي. لازم نبدأ ان احنا نأهل مفاصلنا للتمرين. هنبدأ ان احنا نتمرن مع بعض موبيليتي، هنتمرن اهم 3 تمارين تقدروا تعملوهم في كل مكان، هتساعدكم ان انتوا مفاصلكم تبقى احسن وتشتغل على كل مفاصل الجسم. اول تمرين معانا هبدأ ان انا اعمل هيب موبيليتي. هقعد بالشكل ده وابدا اخلي ركبتي وحوضي يعملوا الشكل ده. احاول ان انا اسند على ايدي كده واحاول ان انا اعمل كده. التمرين الثاني هبدا ان انا انام على ظهري بالشكل ده واشد ركبتي واقوم اعرض. شد ركبتي وقوم اعرض. شد ركبتي وقوم اعرض. شد ركبتي وقوم اعرض.
شد ركبتي واقوم وهكذا. التمرين الثالث هبدا من انا قاعد كده، هبدا ان انا اشتغل انزل واقف انزل بوست، اقعد ورا واقف انزل بوست، اقعد ورا واقف. هنبدا ان احنا نستخدم التمارين دي معانا بصوره اساسيه في التسخين او بعد التمرين. التمارين دي مهمه جدا، بتشتغل على كل الجسم وهتساعدكم ان انتم مفاصلكم تكونوا احسن وتتمرنوا بشكل افضل. تابعونا الحلقات اللي جايه. شكرا. اهلا بكم مرة تانية. طبعا احنا عارفين انه في اماكن كتير جدا في البلد بيحصل فيها تغيير وتطوير باستمرار، سواء مد طرق جديدة سواء محاور جديدة طرق سريعة. من بين اهم المناطق اللي بيحصل فيها الحقيقة تطوير شامل منطقة مثلث ماسبيرو. المنطقة تم تطويرها على مراحل او بيتم تطويرها على مراحل، وحاليا في مرحلة جديدة ابتدت تتنفذ فعليا. المرحلة دي هتشهد اختلاف كبير جدا في كل المباني المطلة على كورنيش النيل، اللي هيكون فيها أماكن سكنية وأماكن إدارية وأيضا مزارات سياحية. ده الحقيقة ضمن خطة التطوير الشاملة، واللي وصلت معدلات المشروع فيها في الانتهاء ل 40% تقريبا. نتابع تقرير حول عملية تطوير مثلث ماسبيرو. يتغير المشهد يوما بعد يوم هنا داخل منطقة مثلث ماسبيرو، والتي تشهد أعمال تطوير وتنفيذ على مدار 24 ساعة لمشروع قومي سيغير المنطقة من عشوائية لواجهة حضرية في قلب القاهرة، حيث يجري العمل على قدم وساق من عمال وشركات للانتهاء من الجدول الزمني للمشروع. في مشروع الإسكان البديل، وده الإسكان لراغبي السكان اللي كانوا موجودين اللي هم راغبين العودة إلى مثلث ماسبيرو مرة تانية. ده الإسكان البديل ده بيتكون من 12 برج، فيهم 10 أبراج، 5 متصلين و5 متصلين. هذه الأبراج بتمثل 936 وحدة بمساحات مختلفة لراغبين العودة. الجزء اللي احنا بننفذ فيه ده عبارة عن 5 أبراج، غير الجراشات تحت والبدومات في المشروع. كمشروع تنفيذي محتاج جهد، وده اللي احنا شغالين عليه بحيث ان احنا نقدر ننفذ الجدول الزمني بتاعنا المطلوب في المدة المطلوبة مننا. المرحلة الأولى لتطوير مثلث ماسبيرو قد انتهت، لتبدأ المرحلة الثانية من المشروع، حيث يشمل التطوير وتنفيذ 3 أبراج سكنية مخصصة لمن وافق من سكان مثلث ماسبيرو على العودة إليها بعد تطويرها، إضافة إلى إنشاء مناطق تجارية وترفيهية وإدارية بتكلفة استثمارية تصل لعشر مليارات جنيه. المشروع هنا عبارة عن برجين متصلين. البرج فيه حوالي 468 وحدة سكنية، ده الإسكان البديل. ماشي، في شركة واخدة برج وشركة أخرى واخدة برج تاني، بإجمالي 936 وحدة. الخرسانات دي بتاعت المعمل حضرتك، بيبقى يعني في حاجات تبع الخرسانات بيقصوها بالتلومتر، بيشوف الخرسانة الجودة بتاعتها، بيجي حضرتك الاستشاري بيشوف الخرسانة مطابقة المواصفات ولا لا. منطقة ماسبيرو التي تقع في نطاق حي غرب محافظة القاهرة
تعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالقاهرة، والتي تقع على مساحة 75 فدان، حيث وصلت لمعدلات تنفيذ بنسبة 40%. جهود مكثفة لشركات وعمال يحملون راية البناء والتطوير لمنطقة مثلث مسبيرو، والتي ستغير العاصمة لوجهة حضارية تليق بتاريخها العريق، مع توفير حياة كريمة لسكانها وتزويدها بكافة الخدمات والمرافق، لتكون المنطقة فخرا وعنوانا حضاريا للمواطن المصري. من مشروع تطوير منطقة مثلث مسبيرو، أحمد ممدوح، النيل. واحدة من الحاجات الأساسية في حياتنا دلوقتي الحقيقة هي الكمامة والكحول، وطبعا لا غنى عنها بالنسبة لنا كلنا، وعايزين نأكد مرة تانية أنه الإجراءات الاحترازية لازم تفضل على نفس المستوى، حتى لو كان في إحساس عام أنه الفيروس قلت نسبته أو في انخفاض في أعداد الوفيات والإصابات. الحكومة نزلت مؤخرا كمامات لأكثر يعني استخدام لأكثر من مرة، استخدام يعني كمامات قطن غير اللي هي بتترمي بتستعمل مرة واحدة، تسهيلا على المواطن وتيسيرا عليه وتشجيعا كمان انه يفضل ملتزم بالكمامة أطول فترة ممكنة. الكمامات سعرها 8.5 جنيه، وزي ما قلنا قابلة للاستخدام أكثر من مرة. نتابع تقرير. في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت مصر في توفير كمامات للاستخدام المتكرر ضمن منظومة الدعم الحكومي جنبا إلى جنب مع المواد الغذائية والسلع التموينية. الحكومة قامت بطرح الكمامات بسعر 8.5 جنيه للواحدة، كي تجعل أدوات الوقاية الشخصية متاحة على نطاق واسع. كان هناك يعني إنجاز التعبير استثمار أو استغلال لتواجد هذه المنافذ أو انتشارها، ووجود بطاقة التموين مع 22 مليون أسرة، إن احنا نطرح الكمامة. الكمامة طرحها على البطاقة هو اختياري للمواطن، يعني احنا عندنا 19 سلعة تموينية من حق المواطن هو يصرفها على مدار الشهر. تم إضافة سلعة جديدة وهي الكمامة اللي تم طرحها، وهي كمامة قماشية مستدامة. العديد من المواطنين أعربوا عن ارتياحهم لقرار الحكومة توفير كمامات للاستخدام المتكرر ضمن منظومة الدعم الحكومي، مؤكدين ضرورة الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. الكمامة نزلت من حكومة الدعم، هي مسعرة ب 8.5 جنيه، ولكن المواطن ما يدفعش فيها فلوس. التسعيرة دي تسعيرة عشان التعامل ما بين المحلات التجارية والشركة المصرية والحكومة، ان احنا بنعرف احنا خدنا بضاعة بكام وسلمنا بضاعة بكام، لكن المواطن بياخدها مجانا. وتواصل الدولة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أول بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة ما أعلن الحكومة عودة النشاط الاقتصادي بكافة أجهزة الدولة. دايما بنحاول يكون عندنا تقارير عن نشاطات مختلفة في محافظات مصر من طولها وعرضها، والحقيقة من أهم النشاطات اللي موجودة في محافظة الفيوم إنتاج عسل النحل اللي بينتج على أعلى مستوى، وبنتابع من خلال سلسلة من التقارير هذا الموضوع. الزميلة أمل صبري عدت تقرير جديد عن عسل النحل وإنتاجه من محافظة الفيوم. بصبح عليكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم لنواصل الحديث عن كيفية تربية النحل وإنتاج العسل من محافظة الفيوم، وتحديدا من أحد المناحل المتخصصة في تربية النحل وإنتاج العسل. اتعرفنا على مجموعة من النقاط اللي بتخص هذا الموضوع، لكن لنستكمل حديثنا يسعدنا أن يكون معي الأستاذ وليد نشأت من كبار منتجي العسل بمحافظة الفيوم. أستاذ وليد صباح الخير. يعني عرفنا قصة تربية النحل وإنتاج العسل بتحتاج لخطوات كتيرة منذ بدايتها حتى الوصول لمنتج صحي وسليم. تمام.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدايه احب اعرف حضرتك ان احب من اعرف المشاهدين ان النحل طبعا ليه خلفيه تاريخيه قديمه جدا. النحل طبعا معروف من قديم الازل من ايام الفراعنه ويمكن من قبل كده، مرورا بالعصور اللي مر بها كلها، مرورا بالعصر الاسلامي، لدرجه طبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان في سوره في القران ورد باسم سوره النحل وايات ذكر فيها النحل، ومرورا بالعصر الحديث ومنتهي طبعا موجود لحد يومنا هذا. صناعة النحل صناعة قديمة، أو مشروع النحل مشروع قديم جدا جدا. خلينا نتكلم الأول عن بداية الخلية. بتتكون من إيه الخلية؟ اللي هي بيسموها الطيفة بالشكل المصطلح العلمي، بتتكون من ملكة واحدة بس في الخلية. الخلية تبقى في بوكس خشب، وبتتكون معاها مجموعة كبيرة جدا من الشغالات، بتبقى موجودة ساكنة على براويز خشب فيها شمع، الشمع من إنتاج النحل طبعا، وبيبقى موجود معاها ذكور في وقت معين، وقت موسمي. الذكور ما تبقاش موجوده بصفه مستمره، يعني اللي هو وقت التلقيح بس اللي هو في موسم الربيع. طبعا النحل بيجيب العسل من خلال التنقل بين المناطق الزراعيه المزروعه، خصوصا المزهره، الزهور المختلفه. اشهر حاجه موجوده في مصر في الزهور دي اللي هي زهور الموالح، اول حاجه بتبدا في موسم العسل اللي هو زرع البرتقال والليمون والحاجات المالحه كلها. بعد كده بينتقل لموسم تاني بعده اسمه موسم البرسيم، وده بياخد الرحيق بتاع زهره نواره البرسيم اللي هي النواره البيضة اللي تبقى في زهره البرسيم، في نبات البرسيم. بعد كده بينتقل لزهور تانية بتظهر بعد كده اللي هي زي نبات القطن او السمسم او عباد الشمس او الحاجات دي. باشمهندس، يعني بيبقى في اختلافات بينهم، ولا يعني افضل زهره للعسل؟ هو حضرتك الاختلافات طبعا دي موجوده، اختلافات كليه وجزئيه، اختلاف في اللون، في الطعم، في القوام، في التحليل، في كل حاجه. انما من ناحيه التمييز بين الجوده في العسل مش بيعتمد على نوع الزهره، بيعتمد على جوده العسل نفسه ونسبه التغذيه اللي النحال عملها. انما دام العسل رحيق زهر صافي، كل العسل بيور درجه اولى، ولكن بيختلف في فايده الزهره نفسها على الطبيعه. يعني البرتقال غني بفيتامين سي، بيبقى العسل بتاعه اوريدي فيه فيتامين سي. طب هل ده بيرجع لسلاله النحل يا فندم؟ لا، سلاله النحل مش هي اللي بتتحكم في نوع العسل، اللي بيتحكم في نوع العسل المنطقه المزروعه، الزهر الموجود اللي بياخد منها الرحيق. طيب لو تكلمنا عن السلالات للنحل اللي موجوده في مصر. السلالات الموجوده في مصر اكتر من 90% تقريبا موجود، اللي هو هجين كرينولي. كان زمان في تصنيف متميز جدا، كان في كرينولي صافي خالص 100%، وكان في انواع تانية زي ايطالي، وكان في انواع تانية اللي هو اللي بيسموه النحل الجبلي كان موجود، كان في انواع حتى اسمها النحل البلدي كان موجود زمان في مصر. كل الانواع دي تقريبا انقرضت، البلد ده انقرض تماما ما عادش موجود. الكرينولي بدا يدخل عليه الهجين المصري، فتقريبا بقى 90% من النحل موجود هجين كله. نعم، حضرتك كلمتنا عن الخليه ومكوناتها، امتى بتقدر تاخد العسل من الخليه؟ بناخد العسل من الخليه لما النحل ينضج العسل. بياخد وقت قد ايه يا فندم؟ من بدايه ما ياخد الرحيق من الزهره لحد ما يبدا ينضج من حوالي من 10 ل 15 يوم. تمام. تقريبا. تمام. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. تحت امرك. يعني اتعرفنا اعزائي المشاهدين على مجموعه من المواصفات، يعني حتى نستطيع الوصول لمنتج غذائي صحي ومفيد. بشكركم، وهذه تحياتي امل صبري. نروح بقى للأخبار المختلفة في بلاد العالم، وتحديدا سيبيريا اللي بدأ فيها استخدام موظفين على هيئة روبوتس. إحدى الموظفات الإداريات موجودة في سيبيريا بتقدم خدمة إدارية للجمهور، شعرها أصفر طويل وعينيها بنية، وبتقدم الخدمة للناس في مدينة بيرم اللي بتبعد 1100 كيلومتر شرق العاصمة موسكو. نشوف الموظفة الآلية. لا تزال عجلة التطور التكنولوجي تدور في مختلف أنحاء العالم لتتمكن الماكينات من منافسة الإنسان في أداء الكثير من المهام باحترافية وإتقان كبير. ففي روسيا نفذت إحدى الشركات مشروع برومو روبوت، حيث صممت إنسانا آليا يشبه أي امرأة روسية عادية. بدأ الإنسان الآلي المصنع على هيئة موظفة إدارية بتقديم الخدمات للمواطنين في عدد من الهيئات الحكومية في سيبيريا، وتوصلت الشركة إلى ملامح الوجه عن طريق الذكاء الاصطناعي بتحليل ملامح آلاف النساء لتتمتع بشعر أشقر طويل وعينين بنيتين،
وتخدم الموظفة الآلية المواطنين في مدينة بيرم التي تبعد 1100 كيلومتر شرقي موسكو، وترتدي الروبوت الزي الرسمي للهيئة التي تعمل بها، ويمكنها عمل أكثر من 600 تعبير بالوجه، وذلك بتحريك عينيها وحاجبيها وفمها وعضلات وجهها المغطاة بجلد صناعي، كما أن لديها القدرة على توجيه أسئلة عامة والرد عليها، فضلا عن أنها مزودة بجهاز تصوير مستندات وطابعة. ويقول مدير بالهيئة الروسية إن الموظفة الآلية متصلة بقاعدة بيانات للوثائق، ويمكنها القيام بكل مهام الموظف بالمكتب، إلا أنها حتى الآن تساعد فقط في إصدار شهادات الحالة الجنائية وشهادات الخلو من تعاطي المخدرات المطلوبة في روسيا لإتمام أي معاملات قانونية. طب والله لطيفة جدا الحقيقة. نروح لروما اللي فيها واحدة من أهم المعالم التاريخية في العالم، حلبة روما الشهيرة أو حلبة روما الشهيرة اللي بيبلغ عمرها 2800 عام، وكان بيتجه إليها آلاف من الرومانيين لمشاهدة سباقات المركبات الحربية القديمة ومسابقات المصارعة. الحقيقة الحلبة دي تحولت إلى موقع خارجي وقائي من فيروس كورونا للعروض الصيفية لأوبرا أو لدار أوبرا روما. طبعا هي مساحتها كبيرة جدا، ففيها مجال للتباعد الاجتماعي، وتقدر الفرق المختلفة تقدم فيها العروض، والحقيقة دي استفادة رائعة من المكان وتوظيف ذكي جدا من إيطاليا. من عام 1937 تم إقامة موسم أوبرا روما الصيفي في حمامات كاراكالا الأثرية، لكن حاليا نظرا لانتشار الوباء زي ما قلنا تم استبعاد استخدام هذا المكان بسبب اعتباره غير مناسب لاشتراطات التباعد الاجتماعي. عمل 200 عامل بناء على مدار الساعة تحديدا من 19 يونيو للانتهاء من إنشاء الموقع اللي يحيط بآثار رائعة من الإمبراطورية الرومانية. طبعا هو موقع تاريخي فسيح جدا، في مساحة كافية لإقامة مناطق للجلوس بشكل متباعد تصل إلى 1460 متفرج، وبني هيكل المقاعد بشكل كمان فني مماثل لما كانت عليه المقاعد في المسارح اليونانية القديمة، مع وجود ثلاث مناطق للجلوس تسمح للجمهور الحالي بالتمتع براحة بالأداء مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. سوف يتم قياس درجة حرارة محبي الأوبرا عند 4 مداخل، وسيتم مصاحبتهم حتى مقاعدهم من جانب العاملين بالمكان. طبعا أقيم المسرح الكبير لخدمة المغنيين اللي لا يرتدوا طبعا أقنعة للوجه عشان يقدروا ان هم يغنوا، لكن في تباعد كبير ما بينهم وما بين الفرقة والجمهور. احنا لسه في إيطاليا، لكن نروح لأخبار حدائق الحيوان. والحقيقة حديقة حيوان بايوباركو الشهيرة في روما بتشعر بسعادة بالغة هذه الأيام للكشف عن شبلي أسود بديعين. واضح أنه هذه الأشبال نادرة، ووصولهم للحياة يعني خبر سعيد طبعا، وده حصل خلال فترة الإغلاق اللي فادت يعني ناس كتير جدا وحاجات كتير جدا على الكوكب من بينها الحيوانات. من المؤكد أنه الثنائي الصغير اللي بيبلغ عمرهم أكتر من شهرين بيلعبوا طول الوقت، وأصبحوا من أكتر الأماكن الجاذبة في حديقة الحيوان للجمهور، وباعث على البهجة وإنه الناس تشوفهم وتسعد برؤيتهم. الحديقة احتفظت بأسدين أسيويين، هم نوع بيتعرض لخطر الانقراض زي ما قلت، موقعه في الهند، والأسدين كانوا موجودين من 22 سنة، لكن دي المرة الأولى اللي بينجبوا فيها شبلين، فواضح إنه فعلا هي حدث خاص جدا ومميز جدا في حديقة الحيوان الإيطالية. زي ما كان الإغلاق العام سبب في ولادة الشبلين في روما، أيضا كان سبب في وجود ابتسامة مبهجة وجميلة على أوجه الناس في لشبونة في البرتغال، لأنه الدلافين أيضا أخذت نفسها واستطاعت أنها تقدم عروض بسعادة شديدة جدا في أنحاء مختلفة من البلاد. على الرغم من أن
الدلافين شهدت في نهر التاجة منذ العصر الروماني، إلا أنها لم تشاهد غالبا منذ ذلك الحين، وفقا لتقارير صدرت سنة 2015 من جانب اتحاد العلوم البحرية. شكرا للكورونا مرة تانية إنها ساهمت في إعادة الطبيعة إنها تتنفس وتبتدي مرة تانية ترجع لعنفوانها وجمالها. مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت خلال الشهرين الماضيين بفيديوهات وصور للدلافين، وطبعا ناس كتير محظوظة قدروا يتفرجوا عليهم وهم بيتحركوا في مجموعات وبيتقفزوا بين الأمواج، وقالوا طبعا انه عودة الدلافين مرتبط بشكل كبير بانه نسبة التلوث في المياه قلت كتير بسبب قلة السفن، بسبب الاغلاق العام، لانه ما كانش فيه اي نشاط بحري خلال فترة الاغلاق والعزل الشامل اللي كانت موجودة في اوروبا. علماء الاحياء البحرية والمتخصصين قالوا انه الدلافين ايضا بيرجع وجودهم لوجود كمية من الاسماك اكثر من المعتاد لأنهم بيأكلوها. خدناكم في جولة سريعة بين أبرز الأخبار من مصر ومن العالم وأخبار في مجالات متنوعة ومختلفة. لسه معانا أخبار تانية لكن من عناوين صحف القاهرة ومنشطاتها الصباحية النهاردة، ويصحبكم في هذه الجولة بعد الفاصل الرياضي زميلي محمد عبدالله.